بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. كل حد فينا بيبقى عنده شوية مواصفات لما يجي يختار شريك حياته. انت اخترت شريك حياتك عشان طبعه وشخصيته، وده كان أساس الاختيار. حبيت آراءه وطباعه، اختلافه معاك كان سبب للإعجاب والانبهار. لكن ليه بعد الجواز بتحاول تخليه نسخة منك ولازم يوافقك بإصرار؟ ليه بتحاول تخليه نسخة من طباعك ولو اختلف معاك ترفع له كارت انذار؟ مش معترف ان ليه مساحته الخاصة اللي ممكن ياخد فيها اي قرار. المساحة الخاصة لكل من الزوج والزوجة، ايه هي حدودها وازاي احترمها الطرف الاخر؟ تفاصيل مهمة هنقولها ان شاء الله النهاردة مع الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الاسرية، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. دكتور محمد اهلا بيكم ومنورني. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله بخير. كل حد فينا لما بيجي يرتبط بيبقى عنده شويه مواصفات كده عايزها، هو راسم كده شكل البني ادم اللي عايزه يشاركه الحياه. يقابل حد يلاقي فيه طباع من اللي هو طالبها، ينبهر بيها ويبقى مبسوط بيها جدا وشايف ان هو ده اللي هو عايزه. يحصل الجواز، الموضوع يختلف تماما. الحاجات اللي كان بيحبها ما بقاش يحبها، والحاجات اللي خليته ينبهر ما بقاش ينبهر بيها، وكل حد فيهم بيبقى عايز التاني ما يبقاش عنده مساحة في حياته. هو أساسا المفروض أن يبقى فيه مساحات بيننا وبين بعض في الشراكة في الحياة الزوجية ولا لأ؟ طبعا أكيد، وأنا من الناس اللي بتأيد أن يبقى فيه مساحة خصوصية، لأن مساحة الخصوصية دي هي المتنفس للإنسان في الدنيا. إنسان بدون مساحة خصوصية هو إنسان مش عايش. لما بنبدأ ننجذب لبعض زي ما انت بتقولي في بداية فترة التعارف، هو اللي بيجذبنا لبعض الاهتمامات اللي مشتركة ما بيننا وما بين بعض. انا بحب حاجة فلقيت ان الشخص التاني مثلا بيحبها، انا مواليد شهر مثلا مش عارف ايه فلقيت الشخص التاني هو يعني مواليد نفس الشهر، يا سلام. فهو ده هو ده شو سبحان الله. عارف انت الاهتمامات، انا بحب مش عارف اتفرج على ايه فهو كمان نفس القصة. الاهتمامات دي اللي بتخطفنا، اللي بتخلينا نبقى عايزين نبقى موجودين مع بعض. واحنا كده انت عارفه احنا يعني من الناس الطيبه اللي ممكن حاجه بسيطه كده نربطها فنجعلها سبب من الاسباب لما بنبقى عايزين حاجه. لما نبقى عايزين حاجه، يعني مثلا مواليد شهر كذا والانسان ده مواليد الشهر اللي ورايا، لا ده احنا كده مش لا وايه ده احنا بننطق كلام زي بعض في نفس اللحظه. ونفس الضحكه ونفس حاجات كتير جدا يعني. فالقصه كلها بالنسبه لي هي الاهتمامات اللي بتخطفنا، بس احنا بننسى هو ما فيش حد شبه بعض، يعني مش هيكون في حد شبه التاني ولا حد هيكون نسخه من الطرف التاني. انا اكيد ولادنا مش نسخه مننا طبعا، ممكن يكون في بعض الحاجات بس في حاجات مش زينا. وحتى كمان احنا لازم نحترم ده، ان في حته الخصوصيه او ان هو بيحب او ما بيحبش، في طباع. قصه بقى ان احنا هو عشان بس الناس تبقى فاهمه كده الموضوع غلط برضه، احنا اكيد ربنا خلقنا في الدنيا بنكمل بعض. انا عندي مميزات وعيوب وانت عندك مميزات وعيوب، فبنحطهم على بعض كده خلطة بنعرف نعيش مع بعض. بس ما حدش فينا يعني شبه بعض للدرجة الكاملة، في ممكن يبقى توأم من بويضة واحدة وده حاجة. المشكلة الخطيرة بقى ان في حد بيدخل في علاقة هو عايز الطرف التاني نسخة منه في كل شيء، عايز يحركه زي ما هو عايز. دي بقى حتة الاستغلال والابتزاز، ان في طرف بيدخل في علاقة هو بيهمش شخصية الطرف اللي موجود معاه. ما تتحركش من مكانك، ما تعملش ده، ما تاكلش ده، أنا اللي أديك الأوامر، أنا اللي أديك التعليمات، أنت لازم تتطبع بكل الطباع والصفات اللي موجودة فيا، أهمش شخصيتك عشان أنا شخصيتي تعيش من غير نقاش، ما تجادلش. ما دي المشكلة بقى. دي بقى الناس اللي ما بتعرفش تدي مساحة خصوصية للناس اللي بتبقى موجودة في حياتها، والناس دي بتعتقد أنها عايشة في جحيم. اقعد هنا، ما تتحركش، ما تمشيش، ما تعملش، ما تخرجش، ما تاكلش، ما تشربش، ما تنفذش اي شيء. حتى لما تيجي تعبر عن رايك في اي موضوع، لا انت مالكش، ما لا رايك مش كويس، مش هناخد بيه. يبقى انت كده مع الوقت انت بتظلم الطرف اللي موجود معاك في علاقه، لانك بتهمش دوره وما بتديلوش مساحه الخصوصيه. في فرق كبير جدا ما بين حد مش عايز يخسرك وحد مستخسرك. اللي مش عايز يخسرك ده هيديك مساحة خصوصية، هيحترمك، هيحبك، هيقدرك، هيقدر يحتويك، هيهتم بيك، هيديك متنفس للتعبير عن رأيك. هتبقى ليك دور، تحس ان انت بني آدم.
اللي مستخسرك بقى ده كده حطك كده على جنب، انت بتاعي، انت ملكي بقى، حب التملك وحب الانانيه، انا اللي حركك. ده حب مرضي، حب ده مرضي، مش حب حقيقي. انت مش بتديني المشاعر اللي انا محتاجها، بس في نفس الوقت حاططني كده على جنب، اللي هو ايه، انا الامر والناهي والقائد ليك، انت ما تتكلمش. ده حد كده مستخسرك يعني، في نفس الوقت يقول لك ايه، برضه انا مش هسيبك عشان انت بتاعي، انت ملكي. عارف انت حب التملك والانانيه دي؟ يعني يا عم خلاص، انت مش بتديني المشاعر اللي انا محتاجها، سيبني اعيش حياتي بالطريقه اللي انا محتاجها. لا، من بعدي الطوفان، انت بتاعي. حب الملكيه، الناس اللي بتشبع رغباتها المريضه بالتملك، انت ملكي. واحنا نسينا اصلا ان احنا في البدايه، ان احنا بني ادمين، احنا ربنا اصلا كرمنا بوجودنا في الدنيا. يعني ربنا مش دورنا ان انا اهم شخصيتي، وان انا اخلي حد يتحكم فيا، وان انا مثلا ايه اخلي الشخص اللي موجود معايا ياثر في تفكيره ويعمل لي غسيل مخ ويحركني زي قطعه شطرنج. لا، انا مش قطعه شطرنج، انا بني ادم ليا احترام وليا تقدير وليا فكر وليا راي وليا شخصيه، وحتى كمان انا ليا دور في الحياه، هو مش دور ان انا اكون تابع. طب الخصوصية بمعنى ايه يا دكتور؟ يعني هقول لك حاجة، في ناس بتدخل في العلاقات بيجبرك مثلا ان انت ما تكلمش صحابك مثلا، في ناس مثلا بيقولك ما تروحش تزور قرايبك، انت كنت بتشتغل سيب الشغل، انت كنت مثلا بتحب تاكل ايه، لا انت تحب تاكل بقى حاجة تانية عشان انا بحب الحاجة دي. وفي ناس بتخلطها، يعني ايه، في حد ايه يبقى داخل معاك في الحياة بيعمل لك خلطة كده بيلخبطك. في فرق ما بين الغيرة والشك واقتحام الخصوصية والتملك. والتملك عشان الناس تبقى فاهمة، الغيرة دي هي لازم تبقى معتدلة عشان بتعبر عن الحب، بغير عليك مثلا في لبسك، في بعض التصرفات الصغيرة، طريقتك وانت بتتعامل مع الناس اللي من الجنس الآخر، يعني خلي بالك، دي اسمها الغيرة. وطول ما هي معتدلة هي بتحافظ على الحب. طبعا الشك ده بقى أنا موضوع تاني خالص. أنا حد مريض وبشك فيك، يعني إيه، همسك تليفونك في لحظة اقول لك ابعت لي شير لوكيشن عشان اراقبك، وانت انت رايح فين وجاي منين. لما يجي يكون معاك تليفون مش هصدق ان ده مثلا ممكن يكون مامتك او اختك او اي حد من العيله، هفضل دايما حاطط الشك، ودايما مش هصدق منك انت بتقول ايه، ودايما بعمل لك اكمنه. وفي ناس بتراقب بالظبط كده، وفي ناس بتحط اجهزه تصنع. ده طيب، الشك. نروح فاصل ونكمل. نروح فاصل ونكمل. هنروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. عليك في كل أحوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام منار. أهلا بيكي. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي. إزي حضرتك يا دكتور؟ إزيك يا مدام منار؟ دكتور انا بقالي سنه متجوزه، وفي خلال السنه دي يعني تقريبا خمس شهور اللي قعدتهم في البيت عامه عند جوزي، وطبعا ضرب واهانه والفاظ خارجه ليه هو اصلا طبيعه كلامه كلها كده. وكان معاكي كده ايام الخطوبه؟ لا، ايام الخطوبه لا. اشمعنى بقى؟ ايام الخطوبة فضل يتكلم باسلوب حلو لعند ما كتبنا الكتاب. بعد كتب الكتاب بدأ يتحول شوية، قلت يمكن ده طبيعي. جيت اتجوزت، قعدت خمس شهور، وبعد كده كل يعني شهرين شهر عنده وشهرين عند بيت اهلي، شهر عنده وشهرين عند بيت اهلي. وضرب لمجرد بس ان انا بعترض، لاغي شخصيتي خالص في البيت، ورافض مبدا ان انا مثلا اقول له انا محتاج، يعني انا عايزه حاجه، لا اقول له انا نفسي او بعد اذنك انا عايزه كذا، ما اقدرش اغير حاجه في البيت من غير ما اخد اذنه. مش مخلي لي اي قرار. انتوا مخطوبين قد ايه؟ قعدنا مخطوبين ست شهور، في الشهر السادس اتجوزنا. ولما كنتوا بتختاروا حاجه البيت، نعم، كان لما كنتوا بتختاروا حاجه البيت كان بيسيبك تختاري؟ ما كانش بيقول لي براحتك، ده قرارك انت، بس في اللبس، لا اللبس اختاره معايا انا، اختار طب اللبس ده مش مناسب ليا، قال لي لا انا بحب اللبس ده. تمام. طب ماشي. جيت بقى بعد الجواز حصل شويه خلافات، طب لا، وبعدين بقى ايه، لو طلبت منه حاجه لا، دايما لا لا، ما فيش، ما معيش، كل كلامه كده.
انت بالك قد ايه زعلانه عند بيت اهلك؟ انا اخر مره كنت زعلانه فيها قعدت شهرين، وبعدين اهلي كلهم رفضوا ان انا ارجع ليه، ورجعت له قلت لهم لا انا مش ينفع، انا لازم ارجع ومش ينفع اخرب على نفسي وكده. وجيت لما رجعت له يا دكتور رفض، يعني لقيت نفسي فضل يضغط عليا بطريقه مش حلوه خالص، ودايما يزعق ويشتم، وانا ما رضيتش اقول لاهلي لان هم قالوا لي لا بلاش بلاش الشخص ده، وانا اصريت. اجى اخر مره ده ما احترمش بقى وما بيحترمش اهلي ابدا، لا بابا ولا ماما ولا بيقدرهم ولا في اي طريقه اسلوب، مثلا اسلوبه معاهم مش كويس خالص. طيب ده واضح ان هو شخص صليط اللسان، واضح ان هو ما بيحترمش حد، واضح ان هو هيفضل يضرب فيكي ويهين فيكي. فانت لازم تشوفي اهلك وتقعدي كده معاهم، لان هو يعني حتى انت كنت زعلانه ورجعتي واهلك مش عايزين يرجعوكي وضربك وشتمك، واضح ان الضرب والاهانه اللي بيعملها شتيمه. هو احنا هننتظر لما تيجي من تحت ايده لا قدر الله يحصل لك حاجه مستديمه ولا تموتي تحت ايده وانت بتنضربي؟ انا عايزه برضو اقول حاجه يا دكتور، قد ايه الاهل بيبقوا شايفين اللي احنا مش قادرين نشوفه. يعني في جمله دايما تتقال كده، مرايه الحب عاميه. لما بنبقى عايزين حاجه بنعمل نفسنا مش شايفين الحاجات الوحشه، وبنقول الجمله اللي دايما تتقال، اصل بعد الجواز هيتغير. اولا عايز اقول لك حاجه، وفتره خطوبه 6 شهور مش كفايه، والجواز في الشهر السادس هو مش كفايه نهائي ان انا اتحط في مواقف مع حد. عشان كده بقول للناس فتره الخطوبه بتبقى بتوصل سنه، دي اللي بتعرف فيها على الشخص، ومش قصه ان احنا يعني التعارف مش قصه ان انا منتظر الشخص يجي يزورني كل اسبوع مره في البيت ونقعد ساعتين مع بعض. لازم نتحط في مواقف عشان نعرف، لازم يبقى في مواقف واحتكاك. وفي حاجه كمان انا عايز اقول لك عليها، انا عايز اقول للناس اللي بتيجي حد متقدم، انا لازم اشوف الشخص ده تعاملاته ايه مع عيلته، بيتعامل ازاي. الناس دي مخاصمين بعض ولا بيتكلموا مع بعض، في ود ورحمه بينهم؟ الشخص ده بيتحمل مسؤوليه ولا لا؟ الشخص ده في شغله ثابت ولا كل شهرين ياخد شغله ويسيبه ويمشي؟ الشخص ده هل ان اهله مسيطرين عليه ولا هو كلمته من دماغه؟ الشخص ده علاقته بربنا كويسه ولا مش كويسه؟ الشخص ده سيرته بين الناس طيبه ولا مش طيبه؟ طبعا الناس بتبص على المظهر، العربيه والشقه. لا يا جماعه، ده مش اختيار، ده مش الاختيار لبنتي كشريك حياه يكمل معاه. انا بص على الايه، الحاجه، المعدن الاصيل. المعدن الاصيل، يا ريت الناس تاخد بالها من الاختيار ده. احنا مع الاسف انا اللي بشكرك والله، وقتنا انتهى. نورتني يا دكتور، بس حلقاتنا ما انتهتش وموضوعاتنا ما انتهتش ان شاء الله. ربنا يكرمك، نورتني، بشكر حضرتك، ربنا بخير بيكي دايما، ربنا يخليك يا رب. هنروح مع بعض الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. في كل احوالي ناس كتير على لسانها دايما كلمة يا بخت فلان عشان شغال كذا، يا بخت فلانة عشان معاها كذا، بس لو حسبناها صح هنلاقي البخت الحقيقي هو التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن ثمارها دايما مضمون وبتعود على كل أصحابها بكل النعم زي الستر والفرح وراحة البال. وعشان كده بنأكد دايما على أهمية المشاركة في عمل الصدقات، وإنها مهما انشغلنا لازم يكون لينا صلة بربنا سبحانه وتعالى من خلال جبر خواطر عباده المحتاجين. كلام مهم جدا عن قيمة العمل الصالح وخروج الصدقات هنقوله النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعزكم الله ورفع الله قدركم. أمين يا رب. آمين. دايما بنتكلم عن أعمال الخير وعن المبادرات العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى، وقد إيه هي بتقدر تصل لناس كتير جدا إحنا كأفراد صعب إننا نوصل لهم. خليني أبدأ بالحاجة المهمة جدا اللي إحنا بنأكد عليها اليومين دول، وهي صق الأضحية والمبادرة العظيمة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى كل سنة للصقوق، ويمكن بيصل لأسر كتير جدا. نعم. بتنتظر من السنة للسنة، في ناس بتبقى متعودة أن الجمعية بتروح لهم كل سنة باللحوم في العيد وبتبقى منتظرهم، في ناس جديد، ناس جداد بيبدأوا يدخلوا نفس الدائرة تاني. نعم. وبرضو بيبقوا منتظرين القافلة بتاعة الجمعية. من فضل الله تبارك وتعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمحي لي ابتداء أعرج على كلمة التجارة الرابحة اللي حضرتك بدأت بها، وعايز أقول إن أي تجارة بين الرفض والقبول، بين الزيادة والنقصان، بين الخسارة والمكسب،
التجارة لو أنا تجرت فيها مع أي حد ممكن لو خسرت يجي مرض ويجي أذى ويجي تعب ويجي فقدان ثقة في كل من حولي لأني خسرت. كل هذه أنواع التجارة، وهنا التجارة الرابحة اللي احنا بنتكلم فيها، التجارة التي تعود علينا بالصحة والعافية، وتعود علينا بالزيادة في المال والبركات، وتعود علينا في الدنيا ويوم القيامة في لقاء سيد البريات. هذه هي التجارة مع الحق تبارك وتعالى. سبحان الله، كل تجارة تبور إلا التجارة مع الحق سبحانه وتعالى، هي تجارة رابحة. لذلك من أعظم التجارات مع الله تبارك وتعالى إطعام عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى أفرد سورة لإيلة في قريش، إيلة فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حط أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فين؟ في قريش، وداهم في قريش اللي هي بلد اللي نزل فيها القرآن، اللي هي أصلا بلد التجارة، رحلة الشتاء والصيف. إذن يبقى أهل قريش هم أهل التجارة، وهم يفهموا تماما معنى التجارة، والأمثلة عن التجارة موجودة في هذه البلد الأمين الكريم. ولذلك الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن أن أعظم تجارة مع الله تبارك وتعالى هي التجارة التي لا تبور، هي إطعام الطعام، أن يحس الإنسان أو يحس كل الخلق أنهم في أمان، وأنهم يعيشون مطمئنين بستر من الله تبارك وتعالى ومن عباد الله الذين جعل الله المال والرزق في أيديهم، قال لهم يلا خذوا وصلوا لعبادي، هتبسطوا وتاخدوا ثواب وتطعموهم، وفي الآخر المردود الخير دوت عليكم أنتم. لذلك كان صك الطعام أو صك الأضحية في هذه الأيام المباركات هو صك الإطعام والتجارة مع الله تبارك وتعالى. صحيح، احنا اللي احنا شايفينه دلوقتي دي الصكوك اللي جمعية البر والتقوى الحقيقة بقى لها فترة طويلة جدا شغالة على الموضوع ده، علشان خاطر على العيد يبقى في عدد كبير جدا يقدروا يكفوا الناس اللي ممكن تكون محتاجة. احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى في عندنا في 5 أماكن إن شاء الله هتكون للنحر، يعني بالنسبة للأضحية بالنسبة للعيد إن شاء الله. عاملين في أول يوم العيد الناس لو حابة أن هي تيجي عند الجمعية وينتقلوا إلى الأماكن عشان يشوفوا أعمال الذبح ويفضلوا قاعدين عشان ياخدوا الحاجة بتاعتهم، هذا خير. إذا لم يكن كذلك يحبوا أن هم مثلا في اليوم اللي بعده أو اللي بعده وتروح لهم اللحوم موجودة زي ما هي من فضل ربنا سبحانه وتعالى إلى بيوتهم بإذن الله تبارك وتعالى. وده أمر اللحية عملته جمعية البر والتقوى مزيدا من الثقة إن أنت أهلا وسهلا بيك، تعالى أول يوم العيد وشوف الدنيا ماشية إزاي، واحضر لو أنت قادر وعندك المقدرة أن أنت صحيا تقدر من فضل ربنا سبحانه وتعالى. الجانب الثاني هو المفروض أن الأضحية بتقسم على 3 أجزاء، جزئين بيروحوا للفقراء والمساكين والمحتاجين، والنصيب الشرعي اللي حضرتك بتاخده مثلا اللي هو بيجي لك في البيت. هناك كثير من الناس، ودي أنا تعجبت، يعني السنة دي احنا بنتكلم في حاجة بنقول إيه، الناس اللحوم زادت والأسعار زادت والدنيا بقت صعبة. السنة دي اتفاجئت بحاجة عجيبة جدا، إن 90% من السادة اللي بتواصل معاهم علشان صكوك الأضحية يقولوا لي يا دكتور مصطفى أنا مش عايز لحمة في النصيب بتاعي، خليها كلها لله، أنا عايز أخرجها كلها لله سبحانه وتعالى. إحنا ياما كلنا الأسبوع اللي فات، كلنا الشهر اللي فات، لكن طعمها في بق الفقير. وإنك تسيب كمان حاجة المفروض إن هي كانت من نصيبك، نعم، فتسيبها للمحتاج، ما هي دي ليها برضو أجر وثواب. ليها أجر مضاعف طبعا. ده هو أجر مضاعف إن أنا بتصدق في توقيت الناس في أمس الحاجة إلى طعام والشراب، إن أنا بعد كده بطلع من الفم من بقي زي ما بيقولوا اللقمة علشان أحطها في فم الغريب في فم الفقير المحتاج، فأنا ضاعفت. هي تجارة خفية وإخلاص خفي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بص حضرتك، الخفاء هو ما لا يراه أبدا أي أحد، الخفاء لا يظهر إلا في قبر الإنسان عند خروج روحي، حيث مكان مش حقول القبر ساعتها بيكون ظلام أبدا، القبور تكون منيرة بتلك الأعمال، بهذه الأسرار بينك وبين رب العالمين أكرم الأكرمين
أجود الأجودين، سترت في الدنيا يسترك في الآخرة، وأول منازل الآخرة حينما تكون في قبرك، يأنسك في وحدتك سبحانه وتعالى، يكرمك بآياته، يكرمك بفعل الخيرات، يجعلك ترى مكانك في الجنة، فتقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة علشان أشوف الخير اللي أنا قدمته للناس. هذه هي بالفعل التجارة، تجارة الإطعام في هذه الأيام المباركات التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. ونروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فعلا الماء مصدر الحياة، فلولا الماء ما استطاع الإنسان أن يعيش، وهذا الماء لابد أن يكون صالحا للشرب. النهاردة احنا جينا قرية من قرى مدينة أو مركز القصاصين التابعة للإسماعيلية، قرية السلام، وفي إحدى العزب المجاورة لهذه القرية جئنا لنرى بأعيننا، وليس من رأى كمن سمع. جئنا اليوم بدعوة كريمة من جمعية البر والتقوى لنرى هذا الماء الصالح للشرب. وزي ما احنا شايفين كده على محطة التحلية اللي موجودة أمامنا، أكثر من واحد وأكثر من واحدة تبرعوا لإنشاء هذه المحطة. أسأل الله أن يجزل لهم العطاء والمثوبة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. اللهم آمين يا رب العالمين. الفكرة مش فكرة انه صدقة بنطلعها وخلاص وحاجة بتتشال من علينا، الفكرة فكرة اننا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. لما بتطلع الصدقة انت ما بتطلعهاش عشان اي حاجة غير ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، مش عشان فلان يقول ده اداني، ولا فلان يقول ده والله ده الراجل ده بيطلع او بيساعد او بيعمل. لا. لان في الحالة دي ما اتحسبتش صدقة، في الحالة دي انت دخلت والعياذ بالله في الرياء. جمعية البر والتقوى لما بدأت فكرة 10,000 بير ولقيت انه في بعض الاماكن غير صالحة للابار، فبدأت في فكرة محطات التحلية. نعم. وانه شيء طالع لربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو الفترة دي محطات التحلية بتشغل البال على اعتبار ان هي بتتحط في مواقف يعني او بتتزرع في اماكن فيها الاحتياجات غير عادية. بمعنى اخر ان انا بكون في منطقة بعمل فيها محطة تحلية للمياه، وبتكون مصحوبة هذه المحطة بخلايا شمسية عشان المية اللي أنا في المنطقة دي محتاجة تترفع بالكهرباء وما فيش فيها كهرباء، أو أن أنا أنقل هذه المحطة إلى أماكن زي مثلا سيناء ودي ما فيش فيها أصلا زرع، فأنا حبدأ أعمل عمق أكثر إلى 500 متر عشان أطلع شربة المية علشان الناس تشرب شربة المية. أنا حاجة تاني للصكوك وبعد كده أتكلم في الإيه في الموضوع ده بحكاية، وأقول إن يعني إحنا عندنا إن 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 حضرتك لما بتدي الكيلو اللحمة للفقير أو المحتاج أو اللي عايز ياكل، أنت بتقول يعني كيلو هيعمل معاه إيه؟ ما ممكن ما تفرقش وآخد أنا اللحوم أودي للحبايب أو كذا. عايز أقول إن هؤلاء الناس بياكلوا اللحمة من العام للعام، دي نمرة واحد. وبعدين حضرة النبي خلص لنا الموضوع ده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صحيح. يبقى كيلو اللحمة ده تخيلي فيه كام شق تمرة هيصل إلى هذا الشخص. تعالي ننتقل بقى إلى المياه ومحطات المياه وإيصال المياه، ونتذكر هذه المعركة التي كانت في صدر الإسلام، وكان هناك شربة ماء بين سبعة من الصحابة في أرض المعركة، وكل واحد
عايز يديله شوربة المية عشان يشربها يقول له لا، اديها للي جنبي علشان هو أولى ان هو يشرب. الجميع عطاشة والجميع بيؤثروا على أنفسهم الشرب، يروح للتاني يقول له التالت لغاية ما وصل لغاية سابع واحد، فقال له لا ابدأ من الأول وأنا هاخد بعد كده. رجع إلى الأول فوجده مات، ثم الثاني فوجده مات، الثالث وجده مات، الجميع قد مات وقد أثر على نفسه ألا يشرب الماء بل يعطيه لمن يحتاجه أكثر منه. خد مرتبة الشهادة، حتى مع مرتبة الشهادة ويخرجون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شربة المية اللي احنا بنعملها، بنعملها عملية تحلية، بنحولها من مية ملحة إلى مية محلاة، وبعد كده نعمل لها بعد المية المحلاة دي نحولها إلى ماء مقطر عن طريق خمس ست مراحل في 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 الفلاتر الرمليه والفلاتر الصخريه اللي هي الانابيب الكبيره الحجم اللي موجوده، جهد جهيد لغايه ما توصل كوبايه الميه في الاخر يشربها العبد فيقول بسم الله، ثم بعد ان تستقر في امعائه يقول الحمد لله فيغفر الله له ذنبه. هكذا قال سيدنا موسى لله تبارك وتعالى: يا رب قرات في الالواح عن امه اذا طعموا قالوا بسم الله، وإذا استقر الطعام في أمعائهم قالوا الحمد لله، فغفرت لهم يا رب، يا رب اجعلها أمتي. شوف الرحمة، حينما غفر الله بشربة الماء يا رب اجعلها أمتي، ولكن أكرم الأكرمين أرحم الراحمين يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم وأمتي، فيقول لا يا موسى هي أمة محمد، فما بالكم يا أمة محمد حينما تسقون أمة محمد فتشربون يوم القيامة من يد محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. زي ما بنتكلم عن المية وبنتكلم عن سق الأضحية وبنتكلم عن البيوت، بنتكلم عن حاجات كتير جدا من أعمال الخير. العيد داخل وفي أطفال كتير جدا محتاجين لبس، وفي كبار كمان محتاجين لبس، لأنه بالنسبة لهم برضو العيد هو ده اللي بيجي لهم فيه طقم بيفضلوا بيه السنة كلها برضو من العيد للعيد. أنا شفت بعناية أطفال لابسين في عز الحر ودرجة الحرارة 58 في الأقصر، لابسين صوف ومقطع، يعني بلوفر مقطع بس لابسينه، هي حاجة ستراهم وخلاص. من ستر لأن ما فيش غيره. من ستره الله، من ستر يستر، من ستره من ستره يستره الله، يستره الله في الآخرة، يستره الله في الدنيا، يستره في الله سبحانه وتعالى في كل حال ومقال. لذلك هي دي القوافل اللي بتروح الأقصر وأسوان وأبو رماد وشمال سيناء، واللي لسه راجعين دلوقتي من حلايب وشلاتين. أيوه. القافلة ورايحين تاني وسط سيناء بملابس وسط سيناء وجايين، هي دي عشان فرحة الأعياد والخير القائم اللي إن شاء الله ربنا يجيب الخير كله يا رب. نور تاني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا اتكلت عليك في كل احوال.